أكشن. دي آن بتبقى في المستشفى وتعبانة، وبنعرف إن هي رجلها مكسورة، وبتبقى قاعدة سرحانة شوية كده لحد ما في الآخر بيحصل فلاش باك، وبنعرف إن سارة كانت شغالة في شركة دعاية وإعلان، وأثناء ما هي في الشركة بتروح لزميلها وبتقعد تتكلم معاه في الشغل شوية، وبيبان عليها إن هي أصلا مش بتطيقه. وبعد ما بتخلص كلام معاه هما الاتنين بيروحوا على الاجتماع وبتاع، وبعد ما الاجتماع بتاعهم بيخلص آن بتقف مع المدير بتاعها وبتقول له شوية أفكار وبتاع، وبعد كده هو بيبقى مبسوط بالأفكار دي وبيديها ميعاد إن هي تروح تقابله عشان يتناقشوا في الأفكار اللي هي بتطرحها عليه. وبعد كده بنشوفها وهي قاعدة في المكتب وهي بتتشات مع واحده صاحبتها عشان تعدي عليها في الشغل ويروحوا سوا، وبعد كده صاحبتها بتيجي قدام الشغل بتاع ان عشان تاخدها وتروح، وبنعرف ان اسمها ان. واثناء ما هم ماشيين في الطريق بيتكلموا عن حبيب ان وبتاع، وكيارا بتقول لها ان حبيبك ده اصلا عيل كسلان وانت اللي بتصرفي عليه وهو اصلا خيبتها، فان بتقول لها والله يعني بصي هو بحبه، فكيارا بتقول لها شخت ويكسي بقى. وبعد كده لما بيوصلوا البيت ان بتكتشف ان حبيبها اللي كانت لسه بتدافع عنه من شويه دوت بيخونها، فطبعا بتهزقه وبتمرمط بكرامته الارض، وبعد كده بتكرشه من البيت. وبعد كده بنرجع لآن في الوقت الحاضر وهي في المستشفى، وبتبقى قاعدة مع دكتورة نفسية، وبنعرف ان اسمها مونيكا، ومونيكا بتقول لها كملي انا عايز اسمع اكتر عن حياتك، وآن بتبقى مستغربة ان ليه اصلا في معالجة نفسية قاعدة معاها مع ان رجلها اللي مكسورة هي مش جاية هنا عشان اسباب نفسية، بس آن بتجريها وبتكمل لها الحكاية. وبعد كده بيحصل فلاش باك للي آن بتحكيه، وبنشوفها وهي قاعدة في اجتماع في الشغل بتاعها، والمدير بتاعها بيقول لها ان الفكرة بتاعتها اللي هي طرحتها توافق عليها، وان هي اللي هتشرف على الفكرة بنفسها وهتبقى مديرة المشروع، وهي بتبقى مبسوطة عشان المدير بتاعها اقتنع بالفكرة. وبيجي الليل وبنشوفها وهي بتلعب رياضة وبتكون بتجري في الشارع، واثناء ما هي بتجري بيشوفها شاب وبيعجب بيها وبيحاول ان هو يتعرف عليها، بس هي بتنفض له وبتطول. وبعد كده بنرجع لآن تاني بس في الوقت الحالي، وبتكون بتاخد العلاج بتاعها وبتتكلم مع الدكتورة بتاعتها وبتاع، والدكتورة بتسألها طب بعد ما اكتشفت ان حبيبك بيخونك وبتاع فكرت ان انت تخش في علاقة تانية؟ فبتكمل لها الحكاية، وبيحصل فلاش باك تاني للي هي بتحكي، وبتقول ان هي كانت مقضيها تندر بقى فاهم، وتفضل تحدف يمين في شمال في يمين لحد ما ظبطت مع واحد في الاخر اسمه توم، وتوم ده بيكون شاب لطيف وهي بتتعلق بيه جدا، وبيقربوا من بعض فتره قصيره جدا وهو بيتعلق برضو بيها جدا. وبعد كده بنشوف ان وهي ماشيه وبتتشات في التليفون، وبيقابلها الواد اللي قابلته تاني وهو بيجري وبيحاول ان هو برضو يتعرف عليها، بس هي برضو بتنفض له وبتطول. وبعد كده بنرجع للوقت الحاضر وبنشوف الدكتوره مونيكا وهي واقفه مع ده، وبنعرف ان هو شغال محقق شرطه وبيبقى اسمه مايك، وبيكون بيتكلم مع الدكتوره ان هو عايز يقعد مع ان عشان يبدا معاها التحقيق اللي حصل، والدكتوره بتقول له مش دلوقتي عشان هي الذاكره بتاعتها دلوقتي مش مكتملة، وان الذاكرة بتاعتها لسه ما اكتملتش وان هي لسه تحت العلاج. ومن كلامهم مع بعض بنعرف ان ان جالها فقدان في الذاكرة بشكل جزئي بسبب حادثة كبيرة حصلت لها، بس احنا لسه مش عارفين هي ايه لحد دلوقتي، وان الموضوع مش مجرد واحدة رجلها مكسورة في المستشفى وبتعالجها. ومونيكا في الاخر بتقول لمايك ان ان لما تبقى جاهزة هتبقى تتصل بيه عشان يجي ويبدأ معاها، وهو بيوافق وبيسلم عليها وبيمشي. وبعد كده مونيكا بتدخل لان وبتتكلم معاها، وان المرة دي بتسألها بجد وهي مستغربة هو ليه في معالجة نفسية معايا وانا رجلي بس اللي تعباني. فمونيكا بتقول لها ان هي عندها فقدان في الذاكره مؤقت بسبب حادثه جامده هي حصلت لها، وان هي هنا عشان تسترجع لها الذاكره بتاعتها بدون ما يحصل لها اي مشاكل نفسيه والكلام ده. وبعد كده بتقول لها كملي لي بقى ايه اللي حصل لك وبتاع، وبيحصل فلاش باك تاني للي ان بتحكيه، وبنشوفها وهي قاعده في الشغل وبتتشات مع توم وبتاع، وبتقول له وحشتني والشويتين دول، وبعد كده بيتفق معاها ان هو يشوفها بالليل وهي بتوافق. وبنشوف بعد كده ان وتوم وهم خارجين مع بعض، وبيعرفها على اصحابه وبيخرجها وبيقعدوا يتعشوا في مطعم سوا، وان فعلا بيبان عليها ان هي مبسوطه بالعلاقه اللي هي فيها. وتاني يوم بنشوف ان وهي في الشغل وبيبقى عندهم اجتماع، والمدير بيبقى بيتكلم معاها وبيقول لها ان هو هيشيل منها المسؤوليه بتاعت المشروع اللي هي كانت المفروض هتديره، وبيقول لها ان هي تسلم ملف المشروع لزميلها اللي هي مش بتطيقه، وهي بيبان عليها في ساعتها ان هي متضايقه جدا. وبنرجع لها تاني في الوقت الحالي، والدكتوره بتقول لها اكيد بقى اللي المدير عمله معاك ده بقى كان تقيل على نفسيتك، فبتقول لها اه ما تعمل لايك بالحب يا اسطى على بال ما اجيب يانسون. وتاني يوم مونيكا بتيجي لآن عشان تكمل معاها جلسة العلاج، وبتجيب معاها البرفان اللي آن كانت بتستخدمه وبترش عليها عشان تنعش الذاكرة بتاعت آن، وآن بتبدأ تفتكر شوية حاجات، وبعد كده بيحصل فلاش باك تاني للي آن هتحكيه، وبنشوف إن هي كانت في مرة قاعدة في بار هي وتوم وبتاع، وبعد كده بيدخل عليهم واحدة، وبنعرف إن هي الإكس بتاعت توم وإن هي اتخطبت، وبيبان على توم إن هو زعل لما سارة بتقول له إن هي اتخطبت، وآن بتبقى واخدة بالها من الكلام ده، فلما بيروحوا بيتكلموا مع بعض وهي بتتكلم معاه، وبيبدأوا إن هم يشدوا مع بعض بسبب اللي حصل في البار، فهو بيتعصب عليها وبيديها كتف قانوني كده وبيسيبها وبيمشي. وبيجي تاني يوم وبنشوف توم وهو قاعد على اللابتوب بتاعه، وبعد كده ان بتيجي وبتهزر معاه عشان تراضيه وبتاع، بس رد فعله معاها بيبقى سخيف، بعد كده هي بتسيبه وبتمشي وهو بيتعصب عليها، وبيبداوا ان هم يشدوا مع بعض بالكلام لحد ما في الاخر هو بيرفع ايده عليها وبيديها بالقلم، وبعد كده بيقرب منها وبيصالحها وبيقول لها ان هو ما كانش مستوعب اللي هو بيعمله وما كانش في وعيه وبتاع وضغط الشغل والشويتين دول، وبيحاول ان هو يراضيها باي شكل لحد ما في الاخر بيشغل التلفزيون عشان يتفرجوا عليه.
وآن بيبان عليها إن هي مصدومة جدا من اللي حصل، وآن مش بيجي لها نوم وبتفضل سهرانة لحد تاني يوم وهي بتعيط. فتوم لما بيصحى بيلاقيها إن هي لسه ما نامتش من امبارح وبتعيط وبتاع، فبيحاول إن هو يراضيها تاني وبيتأسف لها. بس بنعرف إن مع الوقت إن هو ابتدى يمد إيده عليها كتير، وإن هو كان فعلا بيعاملها معاملة وحشة جدا، لدرجة إن هي في مرة وهي في اجتماع مع الشركة بتاعتها والمدير بيبقى واقف بيتكلم معاها، بتتعصب عليه وبتبدأ إن هي تزعق، وبتبدأ كمان إن هي توبخ في زمايلها. فالمدير بتاعها بيقرر إن هو يعاقبها وبيفصلها من الشغل أسبوعين، لحد ما أعصابها تهدى وبتاع، وبعد كده لما ترجع تاني لو كررت نفس الغلطة هتتفصل تماما. وآن بقى بتقضي الأجازة بتاعتها بقى كلها رياضة وجري وصحة وبتاع والشويتين دول، وبتفضل تطيف في خاطرها وكده. وبنعرف من باقي كلامها إن هي انفصلت عن توم، وبعد كده مونيكا بتسيبها وبتمشي عشان تروح تتغدى. وأثناء ما هي لسه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، بتلاقي المحقق مايك داخل عليها وبيقول لها انت ما كلمتنيش ليه؟ احنا اتاخرنا واحنا شرطه وعايزين فاما ننجز الوقت بتاعنا، ايه في تحيات واجراءات وشويه حاجات كده، فانجزي معانا. فمونيكا لسه بترد عليه وبتقول له ان ان لسه مش جاهزه. قال لها جاهزه ولا مش جاهزه؟ انا داخل احقق معاها دلوقتي. فمونيكا بقى في منست شويه بس بتجيب ورا فاهم، فبتقول له خلاص انا هدخل معاك عشان ايه فاهم نفسيتها، ونبدا ان احنا نرجع ذكرياتها واحده ورا الثانيه. وفعلا بنشوفهم هما الاثنين وهما قاعدين مع ان جوه، والمحقق بيبدا ان هو يستجوبها وبيبدا يعرض عليها شويه صور. فبتمسك الصوره بتاعه الواد اللي هو كان على طول بيحاول ان هو يتعرف عليها، وبنعرف ان اسمه ريك. فبتقول له ايوه انا فاكره الشخص دوت، ان هو كنت بشوفه وانا بلعب رياضه دايما وبجري في الشارع. فبيقول لها في وشها كده على طول اهو ريك ده بقى هو اللي هجمك وانت في المستشفى هنا بسبب ان هو هجم عليكي. فبتبدا ان هي تستجمع جزء كبير من الذاكره بتاعتها، وبيحصل فلاش باك، وبنشوفها وهي بتلعب رياضه وبتجري في الشارع، وبعد كده بنشوف ان ريك بيجري وراها بسرعه، بعد كده بيهجم عليها وبيزقها على الارض، وبعد ما بيوقعها على الارض بيشتمها وبيمشي. وبعد كده بنشوف ان لما بتدخل البيت، وبعد كده ريك بيبدا ان هو يظهر جوه البيت عندها وبيبدا ان هو يهجم عليها. وبنرجع للوقت الحاضر وبنشوف ان وهي بتحكي الكلام ده، وبتبدا ان هي تنهار واعصابها تفلت. وبعد كده مونيكا بتبدا ان هي تتعصب على المحقق عشان بيضغط على ان، وبعد كده بتمشي من الاوضه وبتقعد مع ان وبتفضل تهديها، وبعد كده بتسيب ان وبتخرج وبتروح للمحقق وبتكمل عليه. وبيجي تاني يوم وبنشوف مونيكا وهي في المستشفى، وبتبقى قاعده مع ان في الجنينه شويه وبتاع، وبيقعدوا يتكلموا مع بعض، بعد كده بيطلعوا على الغرفه بتاعت ان، ومونيكا بتبدا الجلسه مع ان وبتاع، وان بتبدا ان هي تفتكر وبتبدا ان هي تتعصب، وبعد كده بيحصل فلاش باك للي هي بتفتكره. وبنشوفها وهي قاعده ماسكه التليفون وبتتشات مع توم وبتاع، وبتقول له وحشتني، وهما الاثنين عاملين يصوصوا في الشات، وبيقول لها ان هو هيعدي عليها بالليل في البيت وبتاع، وهي بتوافق. وبيجي الليل وبنشوفها وهي بتجري، بعد كده لما بتروح البيت بتلاقي فعلا توم مستنيها، وبيبداوا هما الاثنين يتكلموا مع بعض، بس الكلام بيقلب وتوم بيبدا ان هو يتعصب على ان، وبيمسكها من ظهرها وبيخبط وشها في الباب جامد. وبعدها بشويه بنشوف ان ريك دخل هو كمان البيت عند ان، وبيبداوا هما الثلاثه انهم يمسكوا في بعض، وفي مسدس بيطلع في النص وهما ماسكين في بعض وبتاع. بنشوف ان توم اتصاب، وبعد كده ان بتقتل ريك، وبعد كده بتتصل بالشرطه وبيغمى عليها. وبعد كده بنرجع للوقت الحاضر وبنشوف ان وهي قاعده مع مونيكا والمحقق مايك، والمحقق مايك بيقول لها ان ريك وتوم ماتوا هما الاثنين خلاص، وان هما اعتبروا ان في موقف دفاع عن النفس، والقضيه اتقفلت على كده والدنيا تمام. وبنعرف ان ان بعد كده مصرح لها ان هي تخرج وبتاع، فبتروح تاخد التليفون بتاعها وبتشوف بقى الرسائل اللي جات لها من صاحبتها وبتاع والشويتين دول، فقامت تبقى مبسوطه. وبعد كده بنشوف ساره الاكس بتاعت توم وهي داخله على ان بتتكلم معاها، وبتقول لها ان هي سابت توم بسبب ان هو دايما كان بيعنفها وبيمد ايده عليها، وبتقول لها برضو ان هو سايكو كده، وان هي بتتاسف لها عشان هي ما بلغتهاش بالكلام ده لما شافتها في البار. فان بتقول لها هو كده كده بقى ربنا بيحاسبه على الكلام ده دلوقتي، فهي احلى مسا عليكي. المهم ان ان في الاخر بتسامحها، وبعد كده ساره بتسيبها وبتمشي. وبعد كده بنشوف كياره صاحبتها وهي بتوصل ان البيت عندها وبتاع، وان اول ما بتوصل البيت بتبدا ان هي تفتكر حاجات كتير، وكل ما بتروح اي مكان او تخش اي اوضه جوه البيت بتفتكر حاجه من الحادثه اللي حصلت. وبعد كده بنشوفها وهي قاعده في مجموعه علاج نفسي، وده زي ما الدكتوره مونيكا نصحتها ان هي تتعالج نفسيا وبتاع الشويتين دول. وبيعدي فتره على هذا الحل لحد ما في الاخر بتتعافى وبتتخطى الصدمه. وبعد كده ان بتروح تزور الدكتوره مونيكا في المكتب بتاعها وبتاع، وبعد كده بتقول لها ان هي افتكرت الحقيقه كامله، وبتقول لها بقى ان هي قتلت ريك، وان هي بعد كده توم فضل عايش شويه، وبعد كده هي قتلته عشان هو كان بيعملها وحش. وبنعرف ان ان هي اللي قتلت ريك وقتلت توم. في نفس الوقت ده بنشوف ان المحقق مايك داخل على مونيكا هي كمان، وبيتكلموا وبيقول لان مش عايزه تضيف حاجه في القضيه وبتاع، فمونيكا بتقول له مالكش دعوه انت اطلع بره. وبعد كده بنشوف ان بقى بعد ما تخطت الصدمه خالص، وهي بقى بتقضي الروتين بتاعها اليوم الرياضي، وهي بتجري في الشارع بقى، وبتبقى حاطه الايبود بتاعها في ودنها، وفي واحد بيقول لها في ودنها بقى تعمل لايك سبسكرايب فعل زر الجرس اتفرج على اللي فات استنى اللي جاي فاهم، شويتين دول اعمل شير اعمل كومنت بقى معايا شويه الحاجات دي، صوتي اتنبح يا اسطى معايا بشره بنسون مش نافع برده فاهم. سلام. كات. الفيديو ده على ورقه وقلم احمد فارس وحنجره احمد فارس بتاع سيكولوجي بالعربي. انا اهو، ونشوفكم في فيديو جديد. سلام.